تعالوا كده يلا ناخدهم واحدة واحدة. أول حاجة عندنا أو أول ميزة وهي الغلاف الجوي. يبقى أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى ميز الأرض دي بإيه؟ أول حاجة ميزها لنا بغلاف جوي. طب تعالوا كده هناخدهم واحدة واحدة، هما خمس حاجات، هنبدأ بالحاجة ونشرحها على طول عشان ما نطولش. طب الغلاف الجوي للأرض، إيه هو الغلاف الجوي؟ أنت وأنت في يعني واقف كده بص كده فوق لأعلى، قال لك هتلاقي السماء اللي انت هتسميها السماء، السماء دي اللي هي الطبقه الزرقاء اللي قدامك دي، دي الغلاف الجوي. هو ده الغلاف الايه؟ الجوي اللي احنا بنتكلم عليه. طب الغلاف الجوي ده بيتكون من ايه؟ قال لك ده عباره عن خليط من عده غازات. يبقى الغلاف الجوي ده خليط من عده ايه غازات؟ يبقى اذا هو غلاف غازي، لا هو صلب ولا هو سائل، امال هو ايه؟ هو غاز. تمام، يبقى اذا هو غلاف غازي خليط من عده ايه غازات. الغازات ديت لها اهميه كبيرة، يبقى الغازات دي كده مش معمولة اعتباطا، لا ده لها أهمية كبيرة. طيب كمان قال لك بيحيط بكوكب الأرض، الغلاف الجوي ده هو محوط بالكوكب من كل ناحية. قال لك ويظهر على هيئة لون أبيض، يبقى لونه إيه؟ قال لك لون أبيض، يبقى بيظهر على هيئة لون إيه؟ أبيض. يبقى الغلاف الجوي ده يا مستر بيبان على هيئة لون أبيض. تاني، يبقى الغلاف الجوي ده عبارة عن إيه؟ غلاف صلب ولا سائل ولا غاز؟ لا، قال لك هو غلاف غازي، يبقى بيتكون من عدة غازات. الغازات دي لها أهمية كبيرة، بيحيط بإيه؟ قال لك بيحيط بكوكب الأرض، بيظهر على هيئة لون إيه؟ قال لك لونه أبيض، لونه إيه؟ أبيض. طب تعالوا كده نتعرف على الغازات دي. قال لك عندك مكونات الغلاف الجوي، مكونات الغلاف الجوي. انت قلت لي يا مستر هو خليط من عدة غازات، طب ايه الغازات دي؟ تعالوا نتعرف عليها كده. اول غاز عندي قال لك اسمه غاز الاكسجين، يبقى الغاز اول غاز عندي اسمه غاز الايه؟ الاكسجين. الغاز ده اللي هو رمزه O2 ده غاز الاكسجين، نسبته كام؟ قال لك بص كده لازم تحفظ القيم دي، 21%، يبقى نسبة الغاز ده 21%. تمام؟ طيب عندي بعد كده غاز اسمه غاز النيتروجين، غاز النيتروجين ده أكبرهم من حيث النسبة اللي هو N2 ده رمزه. قال لك غاز النيتروجين ده يا مستر نسبته قد إيه؟ قال لك 78%، 78 إيه في المية. يبقى إذا الغلاف الجوي النسبة الكبيرة فيها النيتروجين اللي هي النسبة الكبيرة دي 78%، وبعدين بعديه الأكسجين 21%. طب تالت غاز من مكونات الغلاف الجوي بيكون من غازات إيه تاني؟ قال لك عندي غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو رمزه إيه؟ CO2 ده ثاني أكسيد الكربون، نسبته كام؟ قال لك 3 من 100 في المية، 3 من 100 ايه في المية، دي نسبة ثاني اكسيد الكربون. طب عندي رابع حاجة قال لك عندي بخار الماء، بخار الماء ده اللي هو H2O ده نسبة ايه؟ قال لك ده نسبته متغيرة، ده نسبته متغيرة ما هيش ثابتة. طيب عندي خامس حاجة من مكونات الغلاف الجوي قال لك وهي غازات اخرى، ودي نسبتها نسبة ضئيلة جدا، نسبتها ضئيلة ايه؟ جدا. طيب يبقى انا كده اتعرفت على الغازات اللي بتكون الغلاف الجوي، يبقى انا خدت غاز اسمه غاز الاكسجين ده نسبته كام؟ 21%، النسب دي مهمة جدا تعرف. النيتروجين نسبته 78%، ثاني اكسيد الكربون نسبته 3 من 100%، بخار الماء دي نسبته متغيره يا مستر يعني ملوش نسبه ثابته، غازات اخرى نسبه ضئيله جدا، نسبه ضئيله ايه جدا. طيب بص معايا كده، نبص على شكل الغلاف الجوي من الصوره اللي ملقوطه من سطح القمر للارض لكوكب الارض. تعالوا كده نشوف كوكب الارض شكله عامل ازاي ونشوف شكل الغلاف الجوي فيه عامل ازاي. طيب بص معايا كده، قال لك ده كده اللي قدامنا ده هو كوكب الارض اهو، دي الصوره اللي ملقوطه لكوكب الارض من على سطح القمر. هتلاقي فيه لون ابيض كده، اللون الابيض ده هو ده لون الغلاف الجوي، ده لون الغلاف الايه؟ الجوي. يبقى اللون الابيض اللي في الصوره ده هو ده كله غلاف ايه؟ جوي، ده محوط بالارض من كل ناحيه. تمام. طيب بما انك يا مستر بقى قلت لنا ان الغلاف الجوي ده هو غلاف غازي وبيظهر على هيئه لون ابيض ومكوناته، خلاص عرفنا مكوناته ايه بقى. طب ايه هي بقى اهميه الغازات دي يا مستر؟ تعالوا كده ناخد اهميه بعض الغازات اللي بتكون الغلاف الجوي دي. هل هي موجوده كده في الغلاف الجوي؟ يعني لها اهميه طبعا مهمه جدا الغازات دي. تعالوا كده يلا نتعرف على اهميه الغازات. هناخد بقى اهميه الغلاف الجوي
يبقى ايه هي اهمية الغلاف الايه الجوي؟ عندي 5 اهميات. اول حاجة من اهمية الغلاف الجوي بناخدها، وهي انه بيتكون من غازات لها اهمية كبيرة. يبقى بيتكون من غازات لها اهمية ايه؟ كبيرة في حياتنا. يبقى بيتكون من غازات لها اهمية كبيرة من حياتنا. مثل ايه؟ يبقى اذا اول اهمية من اهمية الغلاف الجوي يا مستر انه بيتكون من غازات لها اهمية كبيرة في حياتنا. الغازات دي زي ايه بقى؟ يلا ناخدها كده واحدة واحدة. اول غاز عندي زي ما اتفقنا فوق، قال لك عندك غاز، الغاز عندي اسمه غاز الاكسجين. غاز الايه؟ الاكسجين. طيب عندك غاز الاكسجين ده يا مستر اللي هو الاو 2، ده قلنا نسبته كام؟ قلنا ده نسبته 21%. ده نسبته 21 كام في المية؟ طيب غاز الاكسجين ده مهم في ايه؟ تعالوا كده ناخدها بقى. واحد، قال لك غاز الاكسجين ده هو اهميته ان هو اول حاجة بتستخدمه جميع الكائنات، جميع الكائنات الحية في عملية التنفس. يبقى جميع الكائنات الحية بتستخدم الغاز ده ان هي بيتنفسوا اكسجين الهواء يعني. طب تاني حاجة قال لك من اهمية الغاز ده كمان يا مستر ايه تاني؟ الغاز الاكسجين ده اهميته قال لك انه بيساعد في عمليات احتراق الوقود. بيساعد في عمليات احتراق الايه؟ الوقود. عشان الوقود يتحرق لازم يتحرق في جو من الاكسجين، تمام كده؟ لان انت طبعا عارف ان الاكسجين لا يشتعل ولكنه يساعد على الايه؟ الاشتعال. لان الاكسجين طبعا بيساعد على الايه؟ على الاشتعال. فاذا بيساعد في عمليات احتراق الوقود. يبقى اذا تاني بقى، انا عندي غاز الاكسجين اهميته اول حاجه ان هو بتستخدمه جميع الكائنات في عمليه التنفس، يبقى مهم قوي في عمليات التنفس. تاني حاجه مهم في عمليات احتراق الوقود، مهم في عمليات احتراق الايه؟ الوقود. طب عندي تاني حاجه، عندي الغاز التاني يا مستر وهو غاز النيتروجين. غاز الايه؟ النيتروجين اللي هو رمزه N2 اللي هو نسبته 78%. طيب الغاز ده يا مستر اهميته ايه؟ غاز النيتروجين ده مهم في ايه؟ قال لك اول حاجة ان هو بيخفف من تأثير غاز الاكسجين في عمليات الاحتراق. يبقى بيخفف من تأثير غاز الاكسجين في عمليات الايه؟ الاحتراق. ما بيخليش يعني، والا كانت تبقى يعني بمجرد ما تيجي تشعل عود كبريت كده اهو تلاقي الدنيا ولعت من حواليك لولا وجود النيتروجين. ليه؟ لان الاكسجين بيساعد على الاشتعال، وطبعا الغلاف الجوي فيه اكسجين. طب يبقى انت لما تيجي تولع كانت الدنيا هتولع كلها من حواليك، اما ربنا سبحانه وتعالى بقى خلق غاز النيتروجين ده كمان عشان يخفف من تأثير غاز الاكسجين في عمليات الاحتراق، يعني ما يخلوش يولع بالكمية الكبيرة او يولع في كل مكان كده. يبقى اذا بيخفف من تأثير غاز الاكسجين في عمليات الايه؟ الاحتراق. طب تاني حاجة قال لك، تاني حاجة من اهمية النيتروجين كمان ان هو بيستخدمه النبات الاخضر في تكوين المواد البروتينية. بيستخدمه النبات في تكوين الايه؟ البروتينات، تمام؟ لان النبات النيتروجين مهم للنبات، بيمتص المواد النيتروجينية عشان يكون بيها البروتين، يصنع منها البروتين. وخدنا الكلام ده في الترم الاولاني، فاكرين النباتات المفترسة زي الدروسيرة والديونيا وحامول الماء؟ كانت النباتات دي مفترسة ليه؟ قال لك هي بتستطيع تكوين المواد الكربوهيدراتية، تكون المواد الكربوهيدرات، لكن لا تستطيع تكون المواد البروتينيه. ليه؟ قال لك لانها لا تستطيع امتصاص النيتروجين من التربه، فبتحصل عليه مجهز باقتناص الحشرات. فنفس الفكره هنا بقى، يبقى النيتروجين هنا هي بتستخدمه في ايه؟ في تكوين البروتينات اللي هي المواد البروتينيه، اللي هي المواد البروتينيه. طب يبقى تاني، يبقى انا عندي غاز النيتروجين يخفف من تاثير غاز الاكسجين في عمليات الاحتراق، تاني حاجه بيستخدمه النبات في تكوين البروتينات. طيب عندي تالت غاز يا مستر من الغازات المهمه عندي في الغلاف الجوي، وهي عندك غاز ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الايه؟ الكربون، اللي هو رمزه CO2 اللي هو نسبته كام؟ قلنا 3 من 100%. 3 من 100 فين؟ في المية. طب الغاز ده يا مستر اهميته ايه؟ قال لك بص معايا كده، غاز ثاني اكسيد الكربون بتستخدمه النباتات الخضراء في عملية البناء الضوئي
لتكوين الغذاء. يبقى اذا النباتات بتستخدمه في عملية البناء الضوئي لتكوين الغذاء لجميع الغذاء ده هيكونه لايه؟ قال لك النبات بيكون الغذاء لجميع الكائنات الحية بما فيها الانسان. مش الانسان بيروح ياكل النبات لما بيطلع؟ قال لك يبقى اذا النبات بيستخدم غاز ثاني اكسيد الكربون ده في عمليه البناء الضوئي، ان هو بياخد ثاني اكسيد الكربون وبيدينا الاكسجين. قال لك فهو بيستخدم ثاني اكسيد الكربون ده في عمليه البناء الضوئي، يبقى اذا هو مهم في عمليه البناء الضوئي. بيستخدمه النبات ليه؟ عشان يكون الغذاء بتاعه. والغذاء ده مين اللي بيجي ياكله؟ قال لك بياكله جميع الكائنات يا مستر بما فيهم ايه؟ قال لك الانسان، لان الكائنات عندك نبات حيوان وفي انسان، فعندك النبات هو اللي هيكون الغذاء، يبقى يتفضل الحيوان والانسان هم اللي يروحوا ياكلوا النبات. تمام كده؟ طيب يبقى دي كده اهميه الغازات بتاعه الغلاف الجوي. يبقى دي كده من اهميه الغلاف الجوي. انا عندي 5 اهميات للغلاف الجوي. اول اهميه فيهم وهي انه بيتكون من غازات مهمه كبيره في حياتنا، يبقى لها اهميه كبيره فين؟ في حياتنا. ومن امثله الغازات ال3 غازات دول الاكسجين وثاني اكسيد الكربون والنيتروجين. طب من اهميه الغلاف الجوي ايه تاني يا مستر؟ تعالوا كده ناخد رقم 2. يبقى انا عندي 5 اهميات للغلاف، بخليك فاكرهم كده عشان ما تتلخبطش. تاني اهميه من اهميه الغلاف الجوي وهي الامتداد العظيم للغلاف الجوي في الفضاء، يساعد على الامتداد العظيم للغلاف الجوي في الفضاء. قال لك هو الغلاف الجوي ممتد في الفضاء؟ مش احنا قلنا ان كوكب الارض، يعتبر معايا ده كوكب الارض، الغلاف الجوي ده محوط، او اللون الابيض بقى اللي احنا قلنا عليه اللون الابيض ده، محوط بكوكب الارض من كل ناحية، محوط بكوكب الارض من كل ايه؟ ناحية. تمام؟ قال لك فالامتداد العظيم للغلاف الجوي ده هو بقى بيساعد في ايه؟ قال لك بيساعد في 1 احتراق الملايين من الكتل الصخرية الصغيرة في صورة شهب قبل وصولها لسطح الأرض. يبقى دي أول حاجة، يبقى احتراق الملايين من الكتل الصغيرة. وخلي بالك أول جملة أنا قلتها كتل هين الصغير، لأن إحنا خدنا في الدرس اللي فات إن الكويكبات ممكن تكون كتل صغيرة وممكن تكون كتل كبيرة الحجم. الكتل الصغيرة دي بتظهر في صورة إيه؟ شهب، لأنها بتتحرق كلها قبل وصولها لسطح الأرض. طب مين اللي بيعمل الحركة دي؟ الغلاف الجوي. يبقى إذا له أهمية ولا ملوش؟ طبعا له أهمية. طب تاني حاجة يا مستر كمان، قال لك طب لو هي في حالة كتل كبيرة، قال لك بيعمل إيه؟ قال لك إبطاء سرعة النيازك الكبيرة واحتراق جزء منها قبل اصطدامها بسطح الأرض. واحتراق جزء منها. يبقى تاني حاجة بيعملها الغلاف الجوي ده او الامتداد بتاع الغلاف الجوي، ان هو بيبطأ لسرعة النيازك الكبير، ابطأ سرعة النيازك الايه؟ الكبير. وبيحرق لجزء منها قبل ما تصطدم بسطح الايه؟ الارض. تمام؟ طيب لان النيزك ما بيلحقش يتحرق كله، هو بيتحرق السطح الخارجي له فقط، وبعدين اللي بيتبقى منه بيسقط على الارض زي ما احنا خدنا الكلام ده في الدرس اللي فات. يبقى تاني، يبقى من اهمية الغلاف الجوي تاني حاجة الامتداد العظيم للغلاف الجوي، بيساعد في ايه؟ اول حاجه احتراق الكتل الصخريه الصغيره وتظهر في صوره شهب ماشي قبل وصولها لسطح الارض. تاني حاجه ابطاء سرعه النيازك الكبيره، يبقى بس بيعمل عمليه ابطاء للسرعه بتاعته، بدل ما ينزل بقوته دي وبسرعته ديت على الارض، قال لك لا هو بيبطئ من سرعته شويه وهو نازل. قال لك يبقى ابطاء سرعه النيازك الكبيره واحتراق السطح الخارجي لها فقط قبل وصولها الى الارض. طيب عندي تالت حاجة من أهمية الغلاف الجوي يا مستر كمان، قال لك رقم 3، وهي تحدث في الغلاف الجوي ظواهر الطقس والمناخ. يبقى بتحصل فيه كمان كل ظواهر الطقس وايه والمناخ. مثل ايه؟ قال لك ايه الظواهر المكونة للطقس وبيبنى عليها المناخ؟ قال لك الحاجات اللي بتكون الطقس، قال لك عندك مثلا حركة الرياح، عندك ايه كمان؟ عندك تكوين السحب، عندك ايه كمان؟ عندك سقوط الامطار عشان تكون لي دورة المياه في الطبيعة، لاتمام دورة المياه،
اتمام دورة الايه المياه في الطبيعة تاني. يبقى انا عندي من اهمية الغلاف الجوي ان هو بتحدث فيه كل ظواهر الطقس والمناخ. ظواهر الطقس والمناخ زي ايه؟ زي حركة الرياح، زي سقوط الامطار، زي تكون السحب، تمام كده. طيب كمان عندي رابع حاجة من اهمية الغلاف الجوي ده كمان ايه يا مستر؟ قالك من اهميته انه بيساهم في الحفاظ على درجة حرارة مناسبة للأرض، إن هو بيحفظ لدرجة حرارة الأرض في الحدود المناسبة. طب خامس حاجة من أهمية الغلاف الجوي ده كمان يا مستر إيه هي؟ قالك بيحتوي على طبقة الأوزون. يبقى الغلاف الجوي ده بيحتوي على طبقة الإيه؟ الأوزون. طبقة الأوزون دي أهميتها إيه؟ تحمي الكائنات الحية من خطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة. الأشعة فوق البنفسجية دي اللي هي رمزها UV، UV دي اختصار للأشعة فوق البنفسجية، تمام. يبقى إذا بيحتوي على طبقة الأوزون اللي بتحمي الكائنات الحية من الأشعة فوق الإيه؟ البنفسجية الضارة. ولذلك أنت لما تيجي تشتري نظارة شمس بتلاقي مكتوب عليها إيه؟ تلاقي العلامة دي أو الرمز ده مكتوب عليها اللي هي UV أو بروتكت UV. ليه؟ اللي هي بيقول لك إن النظارة دي بتحميك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، بتحميك من الأشعة فوق البنفسجية الإيه؟ الضارة. تمام. يبقى أنا عندي تاني يا مستر، يبقى من أهمية الغلاف الجوي عندي خمس أهميات للغلاف الجوي. أول حاجة الغازات بتاعة الغلاف الجوي ديت مهمة جدا لحياة الكائنات الحية. ازاي؟ قال لك عندك غاز الأكسجين ده بيساعد في عمليات التنفس لجميع الكائنات، كلنا بنتنفس، بندخل في عملية الشهيق أكسجين وبنخرج ثاني أكسيد الكربون، يبقى إذا الأكسجين هنا مهم للكائنات في عمليات التنفس. تاني حاجة بيساعد في عمليات احتراق الوقود، لأن الأكسجين طبعا قلنا إن هو لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال، فإذا الاشتعال ده مهم عشان الحاجة تولع، عود الكبريت يولع لازم في أكسجين، لازم أي حاجة عشان تحصل أي نار لازم بيبقى في أكسجين لأنه بيساعد على الاشتعال. طب عندي تاني حاجة غاز ثاني أكسيد الكربون، ده مهم في ايه يا مستر؟ قال لك ده بيستخدمه النبات في عمليه اسمها عمليه البناء الضوئي. ليه؟ قال لك عشان يكون بيه الغذاء بتاعه. الغذاء بتاعه ده مهم لمين؟ قال لك الكائنات الحيه كلها بتيجي تاكل الغذاء ده، من نبات، من انسان، ومن حيوان. طب عندك كمان يا مستر غاز النيتروجين، قال لك غاز النيتروجين ده مهم في ايه؟ ان هو بيحد من تاثير غاز الاكسجين في عمليه احتراق الوقود. تاني حاجه بيستخدمه النبات في تكوين البروتينات. طيب عندي رقم 2 من اهميه الغلاف الجوي، قال لك الامتداد العظيم للغلاف الجوي بيساعد على ايه؟ قال لك اول حاجه احتراق الكتل الصخريه الصغيره وبتظهر لنا في السماء على هيئه شهب، ماشي. قال لك تاني حاجه ابطاء سرعه النيازك الكبيره الحجم، ماشي، قبل وصولها لسطح الارض. طب عندك تالت حاجه من اهميه الغلاف الجوي كمان ايه يا مستر؟ قال لك بتحدث في الغلاف الجوي كل ظواهر الطقس والمناخ. ظواهر الطقس والمناخ زي ايه؟ زي حركه الرياح، سقوط الامطار عشان يتم دوره المياه في الطبيعه، وعندك تكون السحب. طب عندك رابع حاجه من اهميه الغلاف الجوي كمان ايه؟ ان هو بيحافظ لي على درجه حراره سطح الارض في الحدود المناسبه، تمام. طيب والسبب طبعا ان هو بيحافظ لي على درجه حراره سطح الارض ان هو في قلبه 99% من بخار الماء بتاع الغلاف الجوي. طب عندك كمان خامس حاجه بيحتوي الغلاف الجوي ده هو كمان على طبقه الاوزون، ودي من اهم الطبقات اللي موجوده في الغلاف الجوي. دي موجوده في الطبقه رقم 2 عندنا، لان انت عارف ان الغلاف الجوي طبقات هتبقى تدرسهم في سنه تانية ان شاء الله. عندي 4 طبقات للغلاف الجوي، اول طبقه اسمها طبقه التروبوسفير، الطبقه الثانيه اسمها الستراتوسفير. فهو موجود عندي في الطبقة رقم 2 اللي هي طبقة الستراتوسفير، دي موجود فيها، دي موجود فيها طبقة الأوزون اللي بتحمي الكائنات من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، تمام. طيب عندك دي كده من حيث أهمية الغلاف الجوي، دي أول ميزة لكوكب الأرض إن هي من خصائصه إن هو وجود غلاف إيه؟ جوي. طب يجي يقول لك لولا طبقة الأوزون لهلكت جميع الكائنات الحية، قال لك لأنها تحمي الكائنات من خطر الأشعة فوق البنفسجية الإيه؟ الضارة. طب إيه اللي يحصل لو ما كانش فيه غلاف جوي للأرض؟ سوف تنعدم الحياة على سطح الأرض ويكون سطحها عرضة للتدمير بسبب سقوط الأجسام الفضائية عليه بسهولة، ويكون سطحها عرضة للتدمير بسبب سقوط الأجسام الفضائية عليه إيه؟ بسهولة، تمام؟ طيب عندي تاني حاجة بناخدها وهي تاني مميزات أو تاني ميزة مميزات أو من خصائص كوكب الأرض اللي بتكفل استمرار الحياة عليه، وهي الغلاف المائي. يبقى تاني حاجة بناخدها وهي الغلاف الإيه؟ المائي. طيب عندك الغلاف المائي، لو أنا جيت أبص على كوكب الأرض هلاقي إن كوكب الأرض الصورة بتاعت الكوكب دي فيها لونين أساسيين، فيها لون أخضر وفيها لون أزرق.
اللون الاخضر ده بيدل على ايه واللون الازرق ده بيدل على ايه؟ ده اللي هنتعرف عليه دلوقتي. قال لك الغلاف الجوي، الغلاف المائي للارض، قال لك ده كده هناخد دلوقتي توزيع الماء واليابس على سطح الارض. هلاقي ان انا عندي في لونين اتنين على كوكب الارض. اول لون اللي هو اللون الازرق، تاني لون عندي هلاقي اللون الاخضر. يبقى انا هلاقي لونين اتنين على كوكب الارض لما يبص عليه. بص كده معايا على الصورة الاول قبل ما نبدأ. طيب بص كده، ده كوكب الارض اهو، قال لك لونين اتنين عليها مصر، لون اخضر اللي باين لي لون اخضر، وفي لون ازرق. اغلب الكوكب باللون الازرق قدامنا اهو، زي ما احنا شايفين اللون الازرق هو اللي طاغي على الكوكب كله، واللون الاخضر حتت من الكوكب. طب ايه هو بقى اللون الاخضر وايه هو اللون الازرق؟ تعالوا كده، ده اللي هنتعرف عليه دلوقتي. طيب عندك اللون الازرق ده يا مستر، ده لون الميه. قال لك يبقى اذا اللون الازرق ده كله ميه. يبقى اذا اللون الازرق ده قال لك بيمثل المسطحات المائية. يبقى اللون الازرق ده بيمثل المسطحات الايه؟ المائية. طب اللون الاخضر قال لك ده بيمثلني اليابس او الارض، بيمثل لي الايه؟ اليابس. يبقى اللون الازرق لما تشوفه من هنا ورايح على الارض، اللون ده بيعبر عن الميه، المسطحات المائية. اما اللون الاخضر بيعبر عن اليابس. طيب يبقى انا اللون الازرق من هنا ورايح لما تشوفه على كوكب الارض، ده بيعبر عن المسطحات المائية الميه. اما اللون الاخضر بيعبر عن اليابس الارض. طيب اللون الازرق يا مستر قال لك نسبته قد ايه؟ قال لك او نسبه الميه على كوكب الارض، طب الميه مغرقه كوكب الارض، قال لك يبقى اذا نسبته كبيره. يبقى نسبته كام؟ احفظ القيمه دي. قال لك النسبه المئويه، النسبه المئويه كام للميه؟ قال لك 71%. 71 ايه؟ في الميه. الرقم ده احفظه، 71%. ده كده نسبة المية على الأرض. طب اليابس نسبته قد إيه؟ قال لك ال 71 باقي لهم كام عشان يوصلوا للمية؟ قال لك 29%. يبقى إذا نسبة اليابس عندي 29%. 29 إيه؟ في المية. يبقى مهم أوي الأرقام دي. يبقى نسبة المية كام على كوكب الأرض؟ نسبة المية عموما مية مالحة مع عذبة كله نسبته 71% مية، و 29% اللي متفضل من الارض هي يابس. هي دي الارض اللي احنا عايشين عليها في كل حته، والقارات السبعه والكلام ده كله. قال لك دي كلها الارض اللي هي 29% بس من كوكب الارض. طيب عندك كمان امثله على دي وامثله على دي. امثله على الميه دي موجوده في شكل ايه يا مستر على كوكب الارض؟ قال لك الميه دي موجوده في شكل محيطات. محيطات زي ايه كمان؟ قال لك زي البحار. وطبعا البحار والمحيطات دي ميتهم ملح. وعندك كمان زي الانهار، وعندك كمان زي البحيرات. ماشي، دي كلها ميه ايه؟ ميه، مسطحات مائيه. طب عندك اللون الاخضر اللي هو اليابس. اليابس على الارض زي ايه؟ قال لك امثله على اليابس، عندك ممكن يبقى اليابس ده في شكل جبال، ممكن يبقى في شكل وديان، ممكن يبقى في شكل سهول، ممكن يبقى في شكل جزر. ممكن يبقى في شكل ايه؟ جزر. ماشي، يبقى انا عندي اليابس جبال وديان سهول جزر، اما الميه المسطحات المائيه محيطات بحار انهار بحيرات. لما يجي يقول لك اكمل من امثله المسطحات المائيه نقطه، تقول له المحيطات مثلا والبحار، او المحيطات والانهار او البحيرات. طب من امثله اليابس هتقول له جبال سهول جزر وديان. تمام. طيب نسبه الميه كام؟ 71%. نسبه اليابس كام؟ 29%. تمام. اللون الازرق بيعبر عن ايه؟ عن المسطحات المائيه. اللون الاخضر بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن اليابس. طيب عندك الميه نفسها بقى، هنقسم الميه لايه؟ قال لك تنقسم المياه على سطح الارض. المياه اللي موجوده على سطح الارض دي هنقسمها الى نوعين، في عندي النوع الاولاني والنوع الثاني. النوع الاولاني مياه عذبه، والنوع الثاني مياه مالح. والنوع الثاني مياه ايه؟ مالح. المياه العذبه قال لك دي نسبتها كام يا مستر؟ المياه العذبه ديت قال لك المياه العذبه دي اللي هي المياه الصالحه للشرب، دي بتمثل 3% من المسطحات المائية. يعني تخيل المسطحات المائية كلها اللي هي من محيطات وبحيرات وأنهار وترع كل ده 3% بس من المية اللي موجودة في المسطحات ديت، بس مية عذبة 3%. طيب عندك بتوجد فين المية العذبة دي؟ توجد في، عد معايا كده، المية العذبة دي موجودة فين؟ أول حاجة في الانهار. يبقى المياه العذبه دي بتوجد فين؟ في الانهار. يبقى اي كلمه نهر تقابلها دي معناها ان ميته عذبه. طب عندك كمان قال لك بتوجد فين كمان؟ قال لك بتوجد في
البحيرات العذبة. البحيرات العذبة دي زي بحيرة ناصر، قال لك برضو فيها مياه عذبة. تالت حاجة عندك قال لك بتوجد في الجليد عند القطبين، الجليد عند الايه؟ القطبين، ده ميته عذبة، لما الجليد ده بيسيح بيدينا مياه عذبة. طب رابع حاجة المياه العذبة دي موجودة فين تاني؟ قال لك موجودة في المياه الجوفية. المياه الجوفية دي موجودة في المسام وشقوق الصخور المكونة لكتلة الأرض الصلب، المكونة لكتلة الأرض الإيه؟ الصلب. تاني يبقى أنا عندي المياه دي موجودة فين؟ يبقى أنا عندي المياه دي موجودة فين يا مستر؟ المياه العذبة دي قال لك هي نسبتها 3% من المسطحات. فين المياه العذبة دي؟ في الأنهار، في البحيرات العذبة، في الجليد عند القطبين، في المياه الجوفية الموجودة في المسام وشقوق الصخور المكونة لكتلة الأرض. طيب يبقى دي كده المياه العذبة. طب تعالوا كده بقى أما نشوف المياه المالحة. قال لك المياه المالحة دي يا مستر موجودة فين؟ ركز بقى معايا كده، المياه المالحة، المياه المالحة قال لك دي، أو المياه العذبة احنا قلنا نسبتها 3% من المياه اللي موجودة على سطح الأرض مياه عذبة. طب يبقى يتفضل كام لغاية 100؟ قال لك يبقى دي بقى 97%، يبقى المياه المالحة دي تمثل 97% من المسطحات المائية على الأرض. طيب بتوجد فين؟ توجد المياه المالحة ديت في، بتوجد في البحار. توجد فين كمان؟ قال لك في المحيطات، المحيطات ميتها ملح. توجد فين كمان؟ قال لك في البحيرات المالح. البحيرات المالحة دي زي بحيرة قارون مثلا، دي بحيرة ميتها ملح، تمام كده؟ طب يبقى أنا عندي المياه المالحة نسبتها كام يا مستر؟ هنقول له نسبتها 97% من المياه مية عذبة. مكانها فين؟ بحار، محيطات، بحيرات مالح، تمام؟ طيب يبقى أنا كده عندي الغلاف المائي كده أنا خدته بتقسيمته. طب تعالوا كده ناخد يبقى تاني كده بالراحة الغلاف المائي، خدته بتقسيمته، قلت إن الأرض كلها لما شفتها فيها لونين يا مستر مميزين، اللون الأخضر واللون الأزرق. اللون الأزرق معناه إن هو مية، المية نسبتها كام على الأرض؟ 71% من الكوكب مية، وال 29% الباقيين ده يابس أو أرض اللي هو اللون الأخضر. طيب المية دي موجودة فين عموما؟ في المحيطات، البحار، الأنهار، البحيرات اللي هي المسطحات المائية يعني. والأرض دي عبارة عن إيه؟ جبال وديان سهول جزر. طب المية دي لو هنصنفها نوعين، في مية مالحة ومية عذبة. المية العذبة نسبتها 3%، قال لك ودي موجودة في الأنهار، في البحيرات العذبة زي بحيرة ناصر، الجليد عند القطبين، المياه الجوفية في المسام والشقوق الموجودة تحت سطح الأرض في الصخور. طب عندك المياه المالحة قال لك دي نسبتها 97% ودي في البحار والمحيطات، في البحيرات المالحة زي بحيرة قارون. طب تعال كده ناخد أهمية الغلاف المائي، زي ما خدنا أهمية الغلاف الجوي تعالوا ناخد أهمية الغلاف الإيه؟ المائي.